انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر الخطاب لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي انظر يا رسول الله متعجبا من أمرهم كيف يختلقون على الله الكذب، لأنهم افتروا على الله وادعوا أنه يد الله مغلولة والعياذ بالله، وقالوا إن الله فقير. طبعا ده إلحاد في أسماء الله وصفاته ونسب إلى الله صفات نقص، وهذا من الكفر بالله، بل من أعظم الكفر بالله. ولذلك قال الله وكفى به إثما مبينا، يعني يكفي هذا الذنب لأنه إثم مبين وعظيم. وكل ذنب يتعلق بالاعتقاد بيكون أخطر من الذنوب المتعلقة بالعمل. يعني شوف واحد لم يشرب الخمر وقال الخمر حلال، هنا المعصية ارتبطت بالاعتقاد، اعتقد أن الخمر حلال والله قد حرم الخمر. شوف مع أنه ما شربش خمر، هذا كفر وخرج من الدين. واللي شرب الخمر والعياذ بالله واعترف بتقصيري وقال الخمر حرام ولكن أفرطت على نفسي وأسأل الله أن يتوب علي، ويعني إن شاء الله سيبها يوم من الأيام، لكن هي محرمة طبعا. هذه المعصية مرتبطة بالعمل اللي هو ضعفه وهوى النفس، لكن مش مرتبطة بالاعتقاد، فما خرجش من الدين، إنما يكون عاصي فاسق، والأولاني كافر. ده ما شربش بس اعتقاده فاسد فخرج من الدين، وده شرب بس اعتقاده سليم فلم يخرج من الدين. مش معنى كده أن شرب الخمر حلال، لا، هو محرم ومن الكبائر، لكن أهون من الكفر والاستحلال أو الأمور التي تتعلق بالعقيدة. ممكن تعقل السؤال المولانا؟ تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب طاعة أورثت عز مصر، تمام، رب معصية أورثت ذل وانكسار. نعم، هو ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي من كلام السلف، من كلام السلف الصالح. إن إنسان ممكن يتكبر بطاعته وإنسان ممكن ينكسر بمعصيته، فالإنسان ما يتكبرش على الناس، لأن هذا العاصي ممكن يكون منكسر أقرب إلى الله منك. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. عشان كده لازم نصلح اعتقادنا في صفات الله وأسمائه، نتعلم إيه اللي ينبغي أن نقوله على الله والذي لا ينبغي أن نقوله على الله. نتعلم اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات، واللي مهتم بهذا الأمر عليه بكتاب جميل اسمه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، القواعد بتاعة أسماء الله وصفاته للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. دي قواعد تمشي عليها في اللي انت إذا تكلمت عن الله تتكلم عن صفاته إزاي وعن أسمائه كيف.